مزيد أيضا من التفاصيل والتحليل والتوضيح حول هذه الزيارة للرئيس الجيبوتي إلى مصر. ينضم إلي عبر الهاتف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، أهلا بحضرتك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بك، أهلا وسهلا. سيادة السفير، ما الذي يميز العلاقات المصرية الجيبوتية، وإلى أي مدى يمكن البناء والتطور في هذه العلاقات من خلال أطر التعاون المستمرة والتنسيق المستمر والتشاور المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك؟ طبعا جيبوتي دولة عربية أفريقية، وبالتالي هي مصر يعني بيجمعهما البلدين، بيجمعهما أطر متعددة للمطلوبة لتنمية العلاقات بينهم. جيبوتي أيضا بموقعها الجغرافي هي يعني بتشرف على مسارات مهمة جدا بالنسبة للأمن القومي المصري، وبالتالي هذه الزيارة طبعا بتشكل أهمية خاصة نتيجة التوتر الموجود في منطقة البحر الأحمر في المرحلة الحالية، خاصة في يعني هجوم الحوثيين على بعض دول المنطقة في الخليج. أعتقد أن ده بيزيد من توتر المنطقة، وبالتالي عملية التشاور المستمر ما بين الرئيسين دي أمر مهم. ويمكن زيارة السيد الرئيس التاريخية السنة الماضية كانت أول رئيس مصري بيزور دولة جيبوتي، ولكن هناك كانت دائما تنسيق وتواصل ما بين الدولتين، وزي ما التقرير قال هناك المعاهد المصرية العسكرية والتعليمية والدبلوماسية وغيرها مفتوحة لأبناء جيبوتي دائما. وأعتقد أن ده شكل رصيد ضخم جدا لمصر في هذه الدولة. وأيضا الآن مصر تقوم بالمساعدة في بناء البنية التحتية لهذه الدولة الهامة، سواء عن طريق شق طرق جديدة أو بناء مستشفيات وغيرها من الوسائل اللي ممكن أنها تدعم مستوى معيشة الشعب في جيبوتي. وبالتالي بشوف ان هذا اللقاء يعتبر لقاء هام جدا في سلسلة لقاءات ما بين الدولتين بتؤكد معنى كبير، وهو انه مصر دائما بتحرص على التعاون مع الدول الافريقية باشكال مختلفة من التعاون والصداقة والحوار المستمر. وبالتالي انا بشوف ان هذه الزيارة بترسي ايضا مبادئ هامه لسياسه مصر الخارجيه نحو الدول العربيه الافريقيه. نعم. سيادة السفير محمد، بالاضافه لما ذكرت عن التنسيق والتشاور المستمر، يعني هل تتفق ان مصر تعبر عن طموحات واهداف القاره الافريقيه في المحافل الدوليه؟ طبعا سيادتك هتلاحظ ان الفتره الاخيره مصر تحدثت كثيرا السيد الرئيس منذ توليه الحكم في مصر، ثم بعد كده رئاسته للاتحاد الافريقي لمده عام. اعتقد ان هو عبر يعني بعمق شديد عن تطلعات دول القاره. ايضا مصر ستتحدث بالنيابه عن القاره في الاجتماع القادم لقمه المناخ اللي تعقد في شرم الشيخ في اخر هذا العام. واعتقد انه وزير الخارجيه سامح شكري في القمه الافريقيه مؤخرا او الامس عبر عن هذا المعنى بقوه، واعتقد ان الدول الافريقيه فعلا بتتطلع دائما الى سماع الراي المصري في مختلف القضايا، سواء كانت قضايا اقليميه او قضايا تتعلق بموضوعات مثل الهجره غير الشرعيه او قضايا المناخ او حتى موضوع مكافحه الكورونا في القاره الافريقيه. وهي ما ننساش ان حضرتك ان مصر الان تستضيف مركز مهم جدا، وهو مركز اعاده الاعمار في الدول اللي كانت فيها نزاعات مسلحه، وده بحد ذاته بيقدم يعني معونه ودعم كبير جدا لاعاده بناء بعض الدول اللي هي كانت عرضه الى بعض الحروب الاهليه او نزاعات مسلحه او حتى عمليات تخريبيه من قبل الارهابيين اللي اصبحوا للاسف الان موجودين في بعض الدول الافريقيه. طيب سياده السفير، بالاضافه لما ذكرت هناك تطور في جانب اخر، وهو اقامه الدورات التدريبيه في المعاهد الفنيه والمعاهد العسكريه والتعاون العسكري ما بين مصر وجيبوتي، ما الذي يمثله للدولتين؟ لا ده موضوع طبعا حيوي جدا ومهم، وخاصة ان جيبوتي يعني بتتواجد فيها
يعني قوات من دول كثيرة أخرى بتقيم قواعد في هذه المنطقة الحساسة من العالم، ولكن في نفس الوقت مصر معنية بتعزيز قدرات هذه الدولة، وبالتالي فعلا المعاهد العسكرية المصرية والفنية وغيرها بتقوم بتدريب يعني ورفع كفاءة القدرات البشرية اللي موجودة في هذه الدولة الهامة. مصر لها يعني محور استراتيجي مختلف تماما عن الدول الأخرى في هذا الشأن، وهو فكرة التعامل المباشر مع الدولة في المركزية، وفي نفس الوقت دعم رفع كفاءة القدرات البشرية اللي موجودة فيها بدون التدخل في شؤون الدولة أو حتى محاولة يعني التواجد فيها بشكل قد يكون مضر بسيادة هذه الدولة. طب سيادة السفير، ماذا عن التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري ما بين الدولتين والذي أخذ منحة منذ عام 2017، منحة الصعود، وهو ما يمثل يعني ربما شق كبير وجديد ما بين الدولتين؟ طبعا ده موضوع مهم برضو جدا، وخاصة أن جيبوتي ومصر بيتمتعوا بفكرة التواصل البحري، وده في حد ذاته بيسهل من أمور كثيرة، لأنه طبعا أحد معوقات التجارة ما بين الدول الإفريقية وبعضها البعض هو فكرة التواصل وفكرة الوصول إلى الدول عن طريق مثلا منافذ سواء كانت بحرية أو جوية أو برية. ولكن مصر وجيبوتي لديهم ميزة كبيرة جدا وهي التواصل البحري، وده بيعبر عن سهولة التواصل عن طريق تصدير يعني البضائع المصرية. واعتقد ان جيبوتي يمكن حضرتك هتشوف انه الجزء الاستهلاكي هناك معتمد على مثلا الاجهزه المنزليه انتاج مصر وغيرها من يعني الصناعات المصريه اللي بتتواجد في هذه الدوله، لان هي اصبحت الان فيها قدر كبير جدا من التقدم الاقتصادي بالرغم من المصاعب الاقتصاديه اللي بيمر بيها العالم نتيجه الكورونا وغيرها من المشاكل اللي بتاثر على كل الدول. لكن انا بشوف ان الاقتصاد الجيبوتي ايضا في تقدم وفي صعود، وبالتالي مصر تكون منفذ للتصدير اليها لهذه الدوله، وبيشكل طبعا هذا الامر سهوله كبيره نتيجه انه في خط بحري ممكن قوي ان احنا نستغله في ايصال البضائع المصريه. نعم. سيد سفير، جانب آخر من التعاون المستمر ما بين جيبوتي ومصر، وهو متمثل في دور الأزهر الشريف في القارة الإفريقية وتحديدا في جيبوتي، سواء بقى لمكافحة التطرف، مكافحة الأفكار المتطرفة، إيفاد البعثات التعليمية من جيبوتي إلى مصر، وإيفاد المبعوثين العلميين من مصر إلى جيبوتي، ما الذي يمثل هذا التعاون في الجانب التعليمي وفي جانب شرح يعني صحيح الدين الإسلامي للقارة الإفريقية أو لجيبوتي بشكل أكثر تحديدا؟ لا طبعا ده شق مهم جدا. يعني حضرتك أنا أتذكر أنه سفير جيبوتي في القاهرة وهو الآن وزير الخارجية هو متخرج من جامعة الأزهر، فبالتالي هذا الشق أمر هام جدا، وأعتقد أن مصر يعني بتعمل فيه وبتعمقه في دول كثيرة. الأزهر تواجده دائما هو تواجد مشرف للدين الإسلامي ومشرف للدولة المصرية، وبيعزز فعلا فكرة يعني الوسطية والاعتدال وقبول الآخر أكثر من أي شيء آخر، وخاصة أنه الفترة الحالية زي ما قلت انا في حديثي في الاول انه هناك عناصر متطرفه كثيره بدات تنظر الى بعض الدول الافريقيه على انها يعني ملاذ امن وممكن تلجا اليها، لكن الحمد لله جيبوتي يمكن من الدول اللي تعتبر فيها نسبه استقرار عاليه وامن واستقرار داخلي، وبالتالي وجود الازهر عامل مهم جدا، واعتقد انه هم اللي نفسهم هذه الدوله لديها سعي دائم الى تعزيز علاقتها بالازهر، وبالذات طبعا عمليه تعزيز دراسه اللغه العربيه ونشرها في هذه الدوله الهامه. نعم. السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق، شكرا جزيلا لحضرتك على القراءه والتحليل في هذا الامر، شكرا جزيلا لحضرتك.